الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. كيف ما لاحظتوا انا جايه في الطريق، ركبت في الكار، دابا هبطت من الكار وشديت شي طاكسي. فانا جيت لمدينه الدار البيضاء، سلبت على بناتي، سمحت فيهم اليوم، خليتهم في الدار وسافرت لمدينه الدار البيضاء. اول مره غادي نسافر بوحدي بلا بناتي بلا سي محمد بلا حتى شي حاجه. تابعوني حتى لاخر الفيديو غادي تعرفوا فين مشيت واشنو درت بالضبط. خليكم معايا. انا دابا وصلت، كنظن عرفت سوري فين وصلت. انا جيت دابا لكازا، جيت نتغدى نشوف داكشي اللي خاصني. شوفوا عدت من جيت بعدا هي اولا شوفوا الدراري حمزه وعبد الرحيم من مجوهرات الحاج محمد. كيف ما كتشوفوا انا غادي نطول لكم شوفوا. فمن بعد الفيديو فاش كنت جيت انا وسي محمد خويا كان اعجبكم بزاف بزاف، كنتو كتقولوا لي عافاك صباح مره اخرى عاودي شوفي لينا اشنو الجديد وديري لنا داكشي غير دقيق اختصار دقيق لان الفيديو طويل بزاف. عجبونا بزاف ديال الاشكال وفعلا نيت كنتو كترسلوا لي في الانستغرام بان كاينه شحال من حاجه عجبتكم. فانا اليوم ما حدي جيت نتقدى شي حاجه خاصاني، جيت عندهم. هذا غادي يكون تعاون بيني وبين مجوهرات الحاج محمد الدكالي، غادي نصور عندهم باش تشوفوا الجديد ومن بعد نوري لكم شنو خطيب. المهم البنات ها نتوما كيف ما طلبتوا مني قلتوا لي صباح بغينا نعرفوا فين بالضبط. ها نتوما عند الحاج محمد الدكالي، هادو بيع جميع انواع الحلي النسائيه. البنات اللي كنتو كيحساب ليكم واش هذا الشيء ذهب، راه ماشي ذهب، بلاك يور ديال تركيا ولكن مضمون وغزال، داكشي عندهم واعر. يعني هذه بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، فراه في شارع عبد المؤمن في قيصريه الزموري. انا غادي نخلي لكم كاع المعلومات في صندوق الوصف، وغادي نحط لكم رقم الهاتف. يبقى غادي نشوفوا دابا حمزه، كنت كتسول على حمزه، حمزه عقب ترجعت عنده. ها عبد الرحيم تبارك الله عليكم وعلى التعامل ديالكم مع الناس وعلى السلعه اللي عندكم. توريوني دابا اشنو عندكم الجديد، ندخل ياك ماشي مشكل، ربي يخليك اخويا. المهم البنات انا غادي نبدا معكم دابا، وكيف ما قلتوا لي ديك المره عفاك صباح كلشي ديري لنا بلي ديطاي وبشويه بشويه. انا غادي نوري لكم دابا هذا البنات، ها نتوما شفتوا هذا راه موديل جديد. وليتي انا كنهضر في بلاصتكم، داكشي كيجي بحال خيط الروح، كيجي هكا تقدري تلبس كولي وتقدري تلبس خيط الروح. بالنسبه لهذا هذا الثمن ديالو هو هذا كله ديروا فيه تقريبا الاثمنه ديالك شي صباح اللي سكنا كاملين هذا الصباح. المهم البنات راه يديروا معكم دي بروموسيون. نورا اللبسه ديالك فاش كيجي، ها انتوما شفتوا كيفاش كيجي في الصدر. وشوفوا هذا الكورميت هنا كاين الخاتم. خواتم اختي صباح راه فيه من 97، يعني على حساب اليدين، على حساب اليدين. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوا فمجوهرات الحاج محمد الدكالي راه كيصيفطوا لكاع المدن وكيصيفطوا حتى لكاع الدول. يعني اي وحده بغات شي حاجه فقط تعيط لهم بالرقم الهاتف. هذا حتى هو 250 درهم. هذا كيجي حتى هو فيه الكورميت، كيجي فيه الخاتم، فيه الحلقات وفيه السلسله. بالنسبه لهذا حتى هو هذا شي حاجه شي فيه البراسلي شي صباح. هذا فيه البنات براسلي، براسلي وكورميت، فيه 5 بياس. فيه البراسلي، فيه الكورميت، الخاتم، الحلقات والسلسله. الثمن ديالو 280 درهم. هنايا كاين حتى هذا الثمن ديالو 280 درهم. هنا كيجي السلسله، كاينين الحلقات، كاين الكورميت، حتى هذا فيه البراسلي وفيه الخاتم. شي صباح كاين هذا اللي بالبراسلي وكاين هذا قريب لي بلا براسلي. هذا قريب لي حتى هو بلا براسلي، هذا تيبقى الثمن ديالو 220 درهم وهذا 280 درهم. كاين هذا حتى هو اللي كيجي فيه بحال الشكل زوج ديال السلسلات، هذا شي حاجه واعره. انا عجبوني حتى هذوك الموديل ديال المحجبات، غادي نوريهم للبنات. بالنسبه للبنات اللي كيديروا الزيف محجبات غادي نوري لكم موديل. هنا كاين الطوانك حتى هما، هنا كاين الكورميت. بالنسبه للخاتم كيفاش الخاتم شي حاجه زوينه.
كاين هذا الموديل ديال الجاكوار، هذا الثمن ديالو 300 درهم. هذا الموديل ديال الجاكوار، عرفتي فاش خديت؟ ما خديتش بحال هذا قريب لي، ولكن واعر، عرفتي كي جاني كنحط التصاور في لي ستوري في الانستغرام كلشي عجبهم. تجي معاك اختصاصات، ربي يخليك اخويا حمزه، الله يحفظك. كيما الناس دار لي فريزو في هذاك الموديل بالضبط، وسولوا عليه الناس بزاف. دابا هذيك المره فاش درت داك الفيديو وشافوه البنات، شحال من وحده جات تقدات، فمرحبا بكم. شو انا مشى ليا الصوت، فمرحبا بكم عند مجوهرات الحاج محمد الدكالي. هذا كيبقى 350 درهم، شي حاجه اللي مضمونه، كاليتي زوينه، حتى هو فيه البراسلي، الخاتم، الكورميت، طوان قوس السلسله. هذا الغافينيتي، الغافينيتي دار موديل جديد، هذا الرقيق ديالو موديل جديد. هذا بحال ديال داك الجاكوار اللي كنت خديت ديك المره، حتى هو لقيته يلاه تحب. مرحبا. هذا كيبقى 350 درهم. عندك هذا حتى هو، هذا موديل حتى هو زوين. بالنسبه لهذا اختي صباح، هذا راه كان 280 درهم، زدنا فيه غير 10 درهم، حيدنا ليه السلسله مفتوله، فهمتيني؟ حيدنا ليه السلسله اللي بحال هادو، درنا ليه السلسله، حيدنا ليه السلسله ودرنا ليه حاجه غادي شويه بلدي. درنا ليه السلسله مفتوله. حتى هذا راه غليظ زوين، يعني راه ماشي رقيق ولا شي حاجه. هذا الثمن ديالو 290 درهم. هذا حتى هو تيبقى الثمن ديالو 290 درهم. كاين هنايا الكورميت، هذا البنات الخاتم، هنا السلسله والحلقات. غادي نوري لكم ثاني هادو، نكمل معكم البنات. انا حاولت ما امكن انني نوري لكم داكشي الجديد، لان كيف ما كتعرفوا دابا العطله، المناسبات، العراسه البنات، غادي نوري لكم اشنو كاين الجديد باش تقولوا صباح راه ما خزنات عندنا والو. المهم ها نتوما، هذا حتى هو ديال يعني تكاشط القفاطن زوين، كيبقى الثمن ديالو 350 درهم. هذا البنات كنت صورته لكم ديك المره، وكانت شحال من وحده كتقول لي صباح عفاك داك اللي فيه اللونات الخضرين. المهم ها هو، غادي نعاودوا لكم البنات. هذا شي حاجه واعره، 370 درهم. هذا زعما انا حمقني ديك المره. المهم ها هو رجعت صورته لكم. بالنسبه هذا هو السطوار اختي صباح، الناس اللي كيديروا الفولار، الناس اللي كيديروا الخيمه، اللي كيلبسوا، كيفاش كيجي اللي كيلبسوا حتى دوك كولمونتي البنات، فيه حتى الكورميت. هذا السطوار وهالكورميت ديالها بالنسبه للناس اللي كيديروا الكورميت ديالي. هذا يجي البنات مع لي كولمونتي، عرفتي البنات اللي كيديروا الحجاب ولا وكيلبسوا تريكويات كولمونتي اولا دوك التريكويات اللي مزيرين، هذا شي حاجه واعره. في بزاف ديال الموديلات عجبنا، نمشي موديلات زوينين اختي صباح. واخا، هذا شحال الثمن ديالو؟ هذا اختي 180 درهم هو الكورميت ديالو. 180 درهم. 200 درهم والجايين ديالو اختي صباح. هذا البنات 180 درهم هو الكورميت ديالو. انا راه الاولاد دابا فاش كيقادوا في السلعه، قلت لهم ديروا شي حاجه ثمن مناسب، لان كاع البنات ديك المره قالوا لي صباح راه فعلا نيت داروا معنا دي بروموسيون، داروا معنا ثمن مناسب. فكنشكر كاع اللي رسلوا لي الميساجات وكاع اللي عجبهم داك الفيديو، شكرا لكم البنات بزاف بزاف. المهم هذا حتى هو راه موديل يمكن يديروه المحجبات، فيه الكورميطات وفيه الحلقات وفيه الخاتم. هذا كيبقى ب 280 درهم. كاين هذا ثاني، هذا شي حاجه واعره. انت انا معاك كنلبس كولمونتي بالكحل، داكشي علاش كنتصور كيفاش يكون في اللبسه. هذا البنات هذا البنات راه شي حاجه واعره، شي حاجه شيك، كتبقى ب 250 درهم. هذا حتى هو بالكورميت، هذا بحال الموديل ديال الغافينيتي وفي السطوار اختي صافي. هذا ب 230 درهم في الكورميت ديالو البنات. هنايا هذا حتى هو موديل المحجبات اللي كي حتى بالنسبه للقويم جات بالكورميت ديالو. هذا بشحال الثمن ديالو حمزه؟ 180 درهم اختي صباح، هادو كامل 200 درهم، هادو اللي بالكورميت ديالك 180 درهم اختي صباح. 180 درهم ها انتم بروموسيون. هنا حتى هنا كاين هذا، يعني نفس يعني الشكل خاص بالمحجبات اولا القويم جات هكذا. هذا بالكورميت ديالو، ها الكورميت ديالو على شكل خميسه، حتى هو ب 180 درهم. 180 درهم.
هذا شفتوا كيفاش كيجي، حتى هو زوين في اللبسه ديالو. هذا كيبقى ب 180 درهم. هذا نفس الشكل غير هذا في الاحمر وهنايا في الابيض، لكن حتى النوار ديالو غير ما بقاش عندنا. راه داك الشيء حيت ديك المره فاش قلبتيه كان فيه جوج الالوان، داك الشيء علاش دابا تنقلب بقيت عاقله. هنايا هادو حتى هما فيهم ديال الخميسه، هادي هي 180 درهم. يعني هاد الموديلات ديال المحجبات البنات ب 180 درهم. غير هادوك اللي 250 وكاين الموديل ديال 230 درهم. هذا شي حاجه ثاني واعره، هذا جديد. جديد داك الشيء حين ديك المره ما شفتوش. هذا شفتوا البنات كيف داير، هذا الكورميت ديالو شي حاجه زوينه 280 درهم. ايوا البنات انا غادي نكمل معاكم دابا حيت كاينين الكليان تبارك الله ما شاء الله واقفين بزاف، فانا قطعت التصوير تسنيت حتى تسالى شي ناس باش ما نديرونجيهمش وعاد كملت معاكم. المهم ها نتوما كاين هذا الشكيل، هذا حتى هو هذا كيبقى ب 280 درهم. فيه هنا الكورميت وفيه الحلقات وفيه الخاتم. كاين هنا هذا الموديل هذا حتى هو، ها انتوما فيه حتى هو الحلقات، فيه الكورميت، فيه الخاتم. هذا سامبل كيبقى ب 250 درهم. كاين هذا البنات داك الرقيق ديال الغافينيتي جديد ولا اختصار، هذا رقيق فيه جوج موديلات. ها انتوما البنات كان ديجا موديل رقيق ديالو، مي هذا في الحصيره هذا ولي جا رقيق في الحصيره. سمعتوا عبد الرحيم قال لكم هذا الرقيق وهذا الغليظ، هذا الغليظ 350 درهم والرقيق 330 درهم البنات. ماشي حاجه مزيانه اختصار على اللي ما بغاش يشري. لا لا هادشي زوين، راه داكشي انا والله الا عرفتي اشنو في الميساجات في الانستغرام ولا في لي كومونتير تقول لي عافاك صباح رجعي عاودي صوري لينا عند هاد الناس هادو، لان عجبنا شحال من موديل. وراه داكشي علاش جيت اليوم. هادو بحال اللي كنتي خديتي، هادو راه خدتي النوار ديالو. هادو البنات عرفتي كيفاش كيجيو في اللبا كيحمقوا. دخلوا عندي الانستغرام صباح بيوتي صباح ام اش وغادي تلقاوني، غادي نحط لي فوطو دايراهم به. هادشي شي حاجه واعره وكنحطهم حتى في لي ستوري، راه كنوريه لكم. هادو هما اللي كنت دايره في عيد الميلاد ديال نورهان فاش لبست داك ديك سميتو العبايه بالاحمر، راه كنت دايره معاها هادو. انا كنت خديت في الكحل، ياك خديت خايطه انا في الكحل. هادو البنات ب 420 درهم، هذا الابيض ديالو وهذا الكحل ديالو. ها نتوما البنات ها هو راه باقي الجديد تبارك الله وما شاء الله. انا ما بغيتش نكثر عليكم لان باش البنات يشوفوا داكشي يعني اللي كاين باش تزكع عينيهم على شي حاجه بزاف. ان شاء الله هذا اول تعاون ليا معاهم، ما غاديش يكون اخر تعاون. فين ما كان شي حاجه الجديد غادي نجي نصور لكم باش هكذا حتى نتوما ما تملوش، ما نبقاوش غير في الروتينات اليوميه. الروتينات اليوميه مره مره نجيب لكم الجديد ديال الاسواق، اشنو كاين اشنو خارج في الاسواق. ها نتوما البنات هادوك هما الشمارات، هادوك راه عجبوا البنات بزاف بزاف ديك المره. المهم ها هما البنات كاينين هنايا المضام، كاين سناس الكورميطات. المهم كاين بزاف 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 وانا الدراري راه ضايقتهم وبرصطتهم اليوم. هانتوما انا راه برصطت الدراري، سمحوا لي اليوم غادي نزور الجهه الاخرى البنات لان مازال موديلات اخرين، فغادي نوري لكم شي حاجه قبل ما نوريكم اشنو غادي ناخذ واشنو غادي نختار. لان عندي واحد، ما غاديش نقول لكم دابا، مازال ان شاء الله عندي واحد المناسبه فضروري جيت باش ناخذ ما نلبس ليها. وهانتوما البنات نوري لكم الخواتم باش ما تقولوش وريتي لنا غير سناس داكشي. المهم بالنسبه للخواتم اللي كاينين دابا اللي خارجين في السوق، كاين هاد الموديلات هادو، هادو ديال كل نهار حتى الثمن درنا سامبل. بشحال هادو؟ هادو كلشي كيبقاو 60 درهم كاملين الوقت، 60 درهم يعني شي حاجه يعني في الطابع الداخل ديال الاكس. بالنسبه للبنات كنتو كتسولوا كتقولوا لي الطابعه صباح. المهم ها هو البنات راه كاين الطابع هنايا، كاين الاكس بي كتكون مدبوبه لداخل هنايا من الداخل.
تقدر ما تبانش في التليفون ولكن تقدر ما تبانش. ها هي مدقوقه هنايا لداخل كاين الاكس بي. بالنسبه للبنات اللي بغيتوا تشريوا لا سواء من هنا او لا من شي بلاصه اخرى فشوفوا الطابع. ها انتوما يعني ابار هادشي كي اللي كتكون هي في الارض هنايا هي ديال الاكس بي. هي اكس بي مكتوبه ديما يشوف الانسان يعني الطابع وشوف الطابع شي اللي كاين. شي واحد غير صغير تيكيتو يقول انا عندي الاكس بي ولكن الطابع ديال الاكس بي كيكونوا شي اكس بي ولكن كتكون كاليتي مزيانه. هما اللي دابا في السوق كتكون فيهم شي ثلاثه ديال الكاليتي. المهم هادو البنات شفتو كاين شحال من حاجه بل هادو بقاو 90 درهم. هادو اختي صافا هادو 90 درهم البنات. هادو البنات راه كانوا ديك المره كيقولوا لي لا راه ذهب شي وحدينات كيحلفوا تيقولوا لي صباح شريتي الذهب وكتضحكي عندنا. هادو والله ما ذهب راه غير يعني ما يعق حتى شي واحد بانه ماشي ذهب الا نتوما اللي مخلصين. موديلات فيهم موديلات كنخدمو ديال الذهب ديال الذهب. ها نتوما شوفوا شتي ما تعرفوش تفرقوا واش هذا ذهب ولا ماشي ذهب. كيجيو شي حاجه واعره. هادو ديال المارياج بالنسبه لهادو راه كاينين 80 درهم وكاينه 90 درهم. موديلات 90 درهم وكاينه 80 درهم. كاين 80 درهم وكاين 90 درهم. ها نتوما البنات الموديل ديال البنانه. هذا الموديل هذا الموديل الجديد اللي كاين. كاين هذا الموديل هذا. ها نتوما كاين هذا الموديل هذا. انا لانني شاده الكاميرا باش ما غادي نحط لكم تصاور تشوفوهم. كاين هذا الموديل هذا حتى هو هذا الموديل هذا حريت تلبس هذا بوحدو وتلبس هذا مارياج اختي صافا تجي تستافد منه. كاين هنايا عاوتاني موديلات ديال الكورميطات على شكل دقات القلب. هادو بشحال هادو؟ هادو 50 درهم اختي صافا. هادو 50 درهم البنات. كاينين هادو عاوتاني البنات. هادو بالنسبة للكورميط ديال كل نهار كاين هاد الفاس هذا. هادو يعني بروموسيو ديال 100 درهم. هادو ديال 100 درهم. زوينة وجاو فيهم شكيلات جداد. هانتوما البنات. وكاين مولات 60 درهم من هنا. هادو 60 درهم رقاق. اكس بي تا هما. هادو شي حاجه ديال البنات ديال المدرسه اللي كتبغي شي حاجه خفيفه. الاخرين اللي كتمشي بلي باك ديالهم بالنسبه للغورميت اللي بغات لا باك انا نماري لا باك اللي تمشي معاه. المهم وكاينين هادو حتى هما. هادو شحال؟ هادو ديال 130 درهم اختي صافا. 130 درهم يعني كاليتي زوينه. بالنسبه لهذا الموديل هو جديد في 3 بياس غورميت وحده وكتجي زوينه في اليد. انت بحال دابا الشكل ديالها شوف تجي في اليد زوينه. تعرفي بالله صباح كاينين شي موديلات عندنا في المحل يلبسهم غير المتبعين ديال القناه ديالك حتى غدوز 3 شهور ولا 4 شهور عاد باش غيلبسهم واحد يعني موديلات جديده. شي حاجه جديده وما كايناش في السوق. يعني باش كنصور كنجيب لي شونتيو الموديلات اللي مازال ما كايناش في السوق. بالنسبه لهادو هادو كاملين موديلات الجاكوار. هادو هما ديال الجاكوار. هادو بشحال؟ هادو تا هما تقريبا هادو كاملين 130 درهم. 130 درهم وهادو تا هما 130 درهم. ها انتوما شفتو كيفاش دايرين. مهم البنات وهادو كاينين هادو كيجيو على شكل خريشيشات كورميط. هادو راه يمكن يدارو حتى خلخال. حتى خلخال وي. هادو فيهم بزاف ديال لي موتيف بحال هكا خميسه كاين هادي ديال باري كاين. بشحال هادو؟ هادو 100 درهم درنا لهم بروموسيون 100 درهم. 100 درهم البنات. اكس بي تا هما حاجه مزيانه. والمهم البنات قبل ما نشوف اشنو فاز زكات عيني نتوما غادي ندوركم معايا واحد الدويره تشوفوا. هادو براسليات الصراحه مابغيتش ندوزهم يعني ما تشوفوهمش لا شي حاجه. ها نتوما كاينين هاد البراسليات هادو شكيلات جديد في صباح شي نور الطابع ديال الاكس بي. دابا في البراسلي كيبان مع الخاتم كتبان دقه صغيره. شتي الطابع ديال الاكس بي. هذا هو الطابع اللي قال لكم حمزه صافي. ممكنين موديلات اخرين راه كاين اللي كدير دو بياس مثلا في البراسلي كاين اللي كدير يعني بحال لا سرتلا اييه على حسب الشكل. كاين بل هادو شويه بلديين بحال هكا كتبغي شي حاجه فيها الدق راه كاين براسليات بحال هكا كاين سرتلا كتجي 3 بياس. هانتوما البنات انا راه تنشوف او ميم طون دايره لكم الكاميرا باش تشوفوا. هذا براسلي بلدي الخاتم بلا حجر يعني فيه الدق. هذا ديجا خدمنا به توا صيفطنا للكليان بزاف. هذا بالخاتم ديالو
مهم اللي بغى شي حاجه البنات تواصل معاهم، الرقم ديال الهاتف غادي يطلع لكم. الا ما جاوبكم حتى شي حد فتيكونوا يا اما مشاو يتغداو ولا الله يحسن العوان عيا ولا سدوا المحل، عاودوا اتصلوا مره اخرى اكيد غادي يجاوبوكم واكيد غادي يرسلوا لكم فين ما كنتوا. بالنسبه للاخوه الجزائريين توانسه اللي في اسبانيا ايطاليا المانيا في اي بلاصه راهم كيصيفطوا، انا دابا غادي ندور الكاميرا وغادي نوري لكم اشنو غادي ناخذ انايا. البنات ها اللي قلت لكم هذا راه كيجي ديال المحجبات، كيجي عرفتي دابا حين لابسه السيرفي كون كنت لابسه كول مونطي او لا شي حاجه عرفتي كي تيجي حتى مع التكاست هكا ولا الخفاط كيجي معاهم زوين، كيجي معاهم وداخلين فيهم موديلات جداد، يعني موديلات اللي ما يعني ما تمكناش نصوروهم دابا كاينين هذا الاسبوع موديلات جداد. شوف انا تنتبرع مع راسي تنقيس وعلى خاطري شويه بشويه عاد نشوف الزقات عينيا. البنات هذا تا هو عجبني الصراحة، شوفوا كيفاش كيجي هذا من الكورميت ديالو، هذا موديل ديال التيكر تا هو. شوف سددني الكحبة، أنا غنوري لكم أشنو اللي غادي نلقى، غنوري لكم دابا هذا آخر واحد. هذا الصراحة ديك المرة فاش جيت كنت صورته وعجبني بزاف، راه قلتها للبنات في الانستغرام قلت لهم هذا عجبني حمقني وانا رجعت دابا باش ناخذو. شفتوا كيفاش داير، مازال غادي تلقاو لي فوتو في الانستغرام. هذا هو اللي فاش عيط ليهم صراحه باش عيط على السي عزيز مجوهرة الحاج محمد الدكالي قلت لي خلي لي هذا راني بغيت نجي، قال لي علاش لا صباح جي وصوري يكون هذا تعاون بيني وبين. وفعلا نيت قلت لي راه داك الشيء البنات قالوا لي عافاك بغينا الموديلات. انا اليوم صورت لكم، خليو لي البنات التعاليق ديالكم، خليو لي الكومونتير الا بغيتو بحال انواع هاد الفيديوهات، بغيتو في الحوايج بغيتو باش ما يكونش هذاك الشيء غير روتينات يوميه غير الدار. مره غادي نخرجكم نوري لكم الجديد في الاسواق، غادي ان شاء الله نوري لكم حتى الجديد في الحوايج بالنسبه للذكرى ديال المولد النبوي الشريف. غادي نكمل معكم غنوري لكم واحد الطيفه ديال الخواتم ديال ونكمل معكم فيديو. دابا غندير لكم دويره خفيفه بالنسبه لهذو الحلقات الصغار، كاينين هنايا انواع ديال الساعات، كاينين هنا حتى ديال البنيتات الصغار الخوات، كاينين بزاف ديال الموديلات. هذا الشيء كامل البنات غادي تلقاو عند مجوهرات الحاج محمد الدكالي، كنأكد عليها ديال هاد الشيء الخدمه ديال تركيا، شي حاجه اللي مضمونه وزوينه عند الحاج محمد الدكالي. ها هو في قيصريه الزموري شارع عبد المؤمن، مرحبا بكم عند حمزه وعند عبد الرحيم. انا غادي ندور الكاميرا ونختم معكم البنات. دابا انا هادو هما اللي وليت اختاريت اللي وليت خطيت لان جايه العطله غادي نسافر ان شاء الله، وقريب ماشي بعيد بزاف غادي تكون عندنا واحد المناسبه في العائله ان شاء الله، داكشي علاش باش نلبس هادو. غادي نشوف دابا اشنو اللي خاص للبنات النادى علاش موصياني في القيصريه، ونقول لكم خليت لكم الراحه ولهنا ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله على القناه، والسلام عليكم.